الو الو تفضل. حبيبي، بس انا على مود العائله المهتديه، فقال لي الشيخ وليد انه اتصل على رقم المعممين. حضرتك ايه، علي صوتك بس شوي. انا العائله المهتديه اللي قلت لك عندي عائله ما شاء حابه الله، تهتدي. تفضل. بس عايز اكلم الشيخ وليد على مود انا معاك وليد، يعلمهم. معاك وليد، تفضل. اهلا شيخ وليد، شلونك؟ تمام والله، بخير الحمد لله. هاي وين يمه؟ تعاي تعاي تي وينك؟ انا شوي ما اقدر اذكر اسماء. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوية شوية الوالدة تفتح وما تقدر تحكي. المهم أنا صار لي تقريبا شهر من اهتديت، عرفتني أنت يمكن، نعم، صار لي شهر من اهتديت وإي والحمد لله. حاولت أظل أقنع، خليت الوالدة تتابعك والبيت كله يتابعونك، والحمد لله صراحة كلامك مقنع واقتنعوا بهذا الشيء وحابين اليوم تلقنهم على الهداية. فأنت قول الكلام وهم راح يرددون وراك. ماشي، ما فيش مشكلة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم إني أبرأ إليك من الشرك. اللهم إني أبرأ إليك من الشرك. اللهم إني أبرأ إليك من كل من يقول بتحريف القرآن. اللهم إني أبرأ من كل من يقول بتحريف القرآن. اللهم إني أبرأ إليك من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أبرأ من كل من يسب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. يسب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. الله أكبر، الله أكبر. ربنا يثبتك، ربنا يثبتك، ربنا يثبتك. الله أكبر. هاي الكلام اللي يقوله اي، بس قولي وراه. يلا شيخ وليد، هاي اختي الصغيرة عمات. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم إني أبرأ إليك من الشرك. اللهم إني أبرأ إليك من الشرك. اللهم إني أبرأ إليك من كل من يقول بتحريف القرآن. اللهم إني أبرأ إليك من كل من يقوم بتحريف القرآن. اللهم إني أبرأ إليك من سب الصحابة. اللهم إني أبرأ إليك من سب الصحابة رضي الله عنهم. رضي الله عنهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. خلاص يا أختنا، إن شاء الله. الله أكبر، ربنا يثبتكم إن شاء الله. الحمد لله، ربنا يثبتكم، ربنا الحمد يثبتكم. لله. والله شيخ وليد، أنا أحب أقول لك كلمة. تفضل يا أخي. الصراحة كنت قبل أول ما ابتديت شوية كنت أغير على دين الشيعة من الجيف، بس هسه يا أخي من جاي طلع الخيسة مالتهم حاشاك، يعني جاي ارتاح نفسيا، سبحان الله. الله المستعان. يعني فهذا اثبات على انه الصدق يعني هداية. الحمد لله، والله الحمد لله، نعمة فضل من الله. والله والله يعني كسبنا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نخسر احد من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم نأمر بالطعن في اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، محبتهم في القلوب. الله الحمد لله، الحمد لله. قبل ثلاث ايام صعد يومين او ثلاث ايام اتصل بيك واحد، اذا تتذكر هذا اللي قال، اللي قلت له اول ما تكلمت وياي شغلت السيجاره، عرفته؟ ايوه. انت هنا شنو بهاي الحاله؟ انت يعني ما اعرف،
شوية غشيم، تعرف ليش؟ لأن اللي كان صاعد وياك، اللي كان صاعد وياك الشخص سكران وصاير طينة، اللي انت لو تشوف التعليقات وتشوف الضحك، البث صعد ترند. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، والله الحمد لله. العظيم ضحكنا ضحكنا ضحك عليه، يعني الله أكبر، سكران وقاعد تضحك أي بث والله، وتناقش بأمور دينية. والله أنا بعمل اللي علي، يعني سبحان الله، يعني بتوسم في الإنسان اللي قدامي خير والله فباش ناقشه لعله عسى. والله الله المستعان، أنا أسمع التكبير. والله الله ما أكبر، قصرت. الله المستعان، يلا يلا نسمع يلا تكبير، الله أكبر، يلا اسمع اسمع تكبير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. أحب شوية أقدم شوية عبر هاي تجربتي وتجربة أهلي وياي، يعني أهلي اتفضل. المهم يشوفون هذا الشيء صحيح ما يسوون. أول شغلة والله اللي أنا اللي الله هداني بيها، إنه أول شغلة يعني أنا ما أنكر فضل الشيخ وليد، يعني تابعته بالبداية، بعدين صراحة اتعمقت شوية بالكتاب الله القرآن، الصراحة قمت أقرأ، يعني أكو آيات ومعاني يا أخي تدخل بعقلك، يعني أنت من يمك تفرزنها، يعني تشوف يعني تشوف شيء اللي أنت كنت مغيب عنه. بعدين قمت أتابع الشيخ وليد والله العظيم، فسبحان الله 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 هداني، يعني بالمرتبة الأولى هي القرآن، فأني أنصح اقرأ القرآن يا أخي والله العظيم. احنا أنا كنت شيعي والله العظيم، ما حد نروح الحسينيات نروح للزيارة ما حد ينصحني يقول لنا يا بي اقرأ قرآن اقرأ ما أدري، لا أروح زيارة أروح طبر التطبير محبة ما أدري، يعني الله أكبر. القرآن ما يقول لك افتحه، لأن يعرف أنت إذا فتحت القرآن وقرأته راح تهتدي، راح تعرف إنه أنت على 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 ضلال وعلى غياب. فسبحان الله، يوم قرأت القرآن والله الله الله هداني، ما الله شاء الله والله تبارك الله، فتح قلبي، وهذا الإنسان اللي هم طلعني من هاي الملة. الحمد لله، يعني أبسط شيء، شوف أنت هسه أنا نقول كشيعي اللهم ابعدنا منكم، بس الصراحة يوم من طبيت الدين السني المذهب السني والله العظيم مرتاح، والله لا أطعن أحد،
لا اسب احد يا اخي، حتى اقرا قران، بالقران راح تلقى، انا ما تذكرني الايه بس يقول لك تلك امه خليت. يعني تلك انا ما أمة مسؤول خلت. عليهم، نعم انا اخذ منهم بس الدين. يعني انا ما مسؤول ان عمر ضرب فلان، عمر سوى فلان. يا اخي كلها روايات ما بيها، يعني انت هيك واصل بيك مرحله تاخذ يعني أو في القرآن هذا اللي الله حكمه وحفظه كل هاي السنين وكل هاي يعني، وتاخذ بكلام شخص ما روايته ما لها سند، يعني تعوف الكتاب وتاخذ بشخص وتطعن بشخص وتسب شخص انت اذا تتبع اهل البيت. احنا قرأنا ان اهل البيت ما يسبون ولا يلعنون، وقرأنا ان الرسول لا يسب ولا يلعن. يعني كل ذول ما تاخذ بيهم، تاخذ بكلام امير او غير امير او غير امير، هم مو امير، وهذا الخبيث يعني تاخذ بكلامه وتعوف كلام. اذا انت تقول انا اتبع اهل البيت، يعني ما اعطوناها، ما قالوا لنا لعنوا. انت ليش تاخذ بكلام ذول يا اخي؟ فتحوا مخكم واخذوا بكلام الرسول، واخذوا بكلام الامام اللي تقتدون به. ليش انتوا تاخذون بكلام بشر عادي، بشر عايش على 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 عايش؟ يعني والله العظيم هذا الشخص لو ما مدفوع، لو ما مدفوع وياخذ فلوس، والله العظيم انا متأكد شفاك الله عافيك، شفاك الله امير عافيك. وغير امير. لحظة والله امير وغير امير، لو هسه اي سعودي او اي دوله تاخذه وتقول له روح تدفع له فلوس وتقول له انكر الامامه وانكر ذني، صدقوني ثاني يوم ينكرهم. اي والله مثل ما علمكم هذا الشيء، والله العظيم اذا مو ثاني يوم يطلع وينكر الدين الشيعي وينكر الامامه وينكر العصمه وينكر كل ذنه، ويقول فلان اللي كان يقول لي سوي هيك وانا اليوم وعيت، والله العظيم واني مسؤول امام الله انه لا ينكرهم، لا ينكركم امير وغير امير. اي والله عمي شخص مدفوع، شخص مدفوع. وانتم ثاني شيء تاكدوا من رواياتكم، يعني قبل شويه متصل يقول له احنا صح ضعيفه بس ناخذ بيها، يعني ناخذ بيها بس اهم شيء بيها طعن. يا اخي شنو هالعقل هذا؟ الحقد يعني اللي جاي مشيكم، الكراهيه اللي جاي تمشيكم، ليش؟ ليش يعني ما اعرف شنو هالحقد على هذا المذهب؟ والله مذهب صحيح، ولو ما مذهب صحيح فلا انتمي اليه. انت كاسب بيه اهل البيت وكاسب بيه الصحابه، وانت اثنينهم ما مسؤول عنهم انت، وانت ولا محاسب عليهم، بس اذا طعنتهم لا تحاسب، يجوز هم على صح، لنفرض هم على صح نقول، ولو هم والله انا اجزم انهم على صح، بس نقول هم على صح، شنو عينك باكر من توقف امام الله ويوقفون هم خصومك او الرسول يوقف قدامك خصيم؟ شنو بذيك ساعتك؟ او هم على غلط، انت شنو بالموضوع اذا هم على غلط؟ الهم ربي يحاسبهم لو انت تحاسب. اي أيوة والله فما ربعت والله ما ادري يا شيخ وليد، الله جزاك يعينك الله على خيرا هاي وثبتكم الناس. الله، ثبتكم الله، ثبتكم الله. وفعلا القرآن الكريم والله ما افضل من القرآن الكريم هاديا. الله اكبر، الله اكبر، جزاك والله الله خيرا، والله جاي نقرأ قرآن الحمد لله. جزاك الله خيرا، الله جزاك الله خيرا. جزاك وسلامي الى المتابعين والى كلهم سامعينك وبيسلموا عليك، والناس كلها المسلمه كلهم سامعينك وسلام عليك. عليكم السلام، الله جزاكم يبارك. الله. وانصح كل شخص يتابع، بالله عليك، بالله عليك، انت 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 صير هدايه غيرك، وروح شو تسوي؟ هسه انا دائما من يفتح بث اروح اشارك البث، سوي هذا الشيء بلكي الله تهدي غيرك. يا رب يا رب يا رب، جزاك الله خيرا، ربنا يلا يبارك، يا جزاك الله خير، جزاك ان شاء الله، الله جزاك. يكرمك، اهلا الله اهلا يكرمك، اهلا شيخ ولي، بارك الله الله يعزك، فيك والله يثبتك ويقويك اللهم ان شاء امين، الله. اللهم امين. ومشتاقين الكلمه ابو شخه، بالله عليك هذا الصغير كنت والله ابو شخه، روح يا ابو شخه. ما ابو شخه مش عايز يقبل وشلون المناظره، عامل ميت. ابو شلون شخه عامل ميت، شلون عامل ميت تريلات، شلون وكانه ما سمعش عن المناظره. الله المستعان، جزاك الله خيرا. مال تريلات تريلات تريلات، الله شلون؟ الله يلا سلام، جزاك سلام الله عليك، خير، ربنا يعزك. وطبعا ما في افضل ان احنا نختم بالشيء الجميل ده، يعني سبحان الله النهارده ما شاء الله تبارك الله، ونسال الله عز وجل جميع الاخلاص، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.